سلام دراري، اليوم غندير الفيديو ده باش نكمل البارتي الاولى ديال الفيديو اللي فيه الموضوع على كيفاش تيليشارجي وتنصطالي العاب ديال بي اس بي على بي اس 3. بالنسبه للالعاب اللي درت في البارتي الاولى كانت هذيك اللعبه ديال ترانسفورمرز. درت بزاف ديال الالعاب من دوك الالعاب اللي كانوا في الدوسي ديال بي اس بي جيمز، و زدتهم في كلاو باش نوريكم، حيت انا عارف بزاف ديال الالعاب اللي كيكون فيهم لي زيرور حتى لي طاب ديال بي اس 3. و بالنسبه للكلي فكما قلت لكم خاصكم ضروري ملي تديروا الالعاب وتبغيو تفيدهم من البيسي ديروا ايجيكتي باش ما يمشي لكم حتى شي فيشي. وبالنسبه للالعاب فدرتهم دابا في الكلي اللي كان في فورمات ديال فاترون 2 واللي غندير دابا في بلاي 3 وتشوفوا الالعاب اللي فيها. وبالمناسبه بغيت نقول لكم بلي شريت تريبي جديد ولي دابا كندير به كنصور به باش ما يبقاش داك المشكل ديال المشاكل اللي كانوا شحال هادي. يعني التصوير دابا غيكون يعني بطريقه اسهل ومزيانه. دابا غنهضر على لي زيغور اللي كيطراو في الالعاب هادو. اول ايغور كتكون كتقدر مثلا بغيت شي لعبه تيليشارجيها في الاخر لقيتيها سي اس او، يعني ما غتقدرش تلعب بها في بي 3 ولكن ممكن تلعب فيها بي اس بي و في بي سي. ولكن الا كانت ايزو ممكن كاين 50% ديال الالعاب ديال بي اس بي هما اللي كيخدمو على بي 3، وفي هذيك 50% كاينه 70% اللي كيخدمو على واخا حيت ايزو كيطرا واحد المشكل في هذاك اللوجيستيك اللي قلت لكم سميتو بي اس بي و بي اس 3، واخا كاع يخرج داك في شي بي كي جي ممكن يطرا شي ايغور من الكلي للبلاي 3. المهم نوريكم دابا هادشي كامل حيت خديت شحال عدد اللي وقع ست ديال الالعاب ولا معناتها خمسه ديال الالعاب، كل لعبه فيها مشكل في البلاي 3. دابا غناخدو البلاي وغنديروها في البلاي، وحاولي ديروها في اقرب بوغ من ديسك دور باش دغيا تدوز الالعاب. الالعاب ديال بي اس بي مكيكونوش هنا، مكيكونو في ملتي مان، مكيكونوش من هادي اللعبة ديال بي اس بي كانت هنايا خليتها. إلا شتو هنايا بي اس بي روماستر، وهادي ماشي لعبة ديال بي اس بي، هادي بي اس 3 فار كراي 3 معروفة. وهادو شي لوجيسيالات باش تخدم على دي بي اس 2 اللي وريتهم في فيديو لي دازو. المهم باش تنصطالي شي لعبة ديال بي اس بي درتوها في شي كلي يو اس بي. من بعد دوك لي زيتاب كاملين اللي قلتلكم في البارتي الاولى كتجيو انصطال باكاج فايل كتلقاو هاد العاب. انا كيتعاودو معرفتش علاش كاين هاد المشكل ديال انهم كيتعاودو، ولكن ها نقول لكم من هنايا: الين، اساسن كريد، كول اوف ديوتي، دراغون بول زيد، جي تي ليبرتي سيتي، و جود اوف وار، جين اوف اولمبيس، و ترانسفورمرز. هادو اللي كاينين، اما هادو غير معاودين ولا معرفتش اش كيتعاود. المهم دابا نبداو بهذا حيت معمري ما انستاليتو، غنانستالي اليوم. دابا يلا هي اللعبة تانستالات لي جينيرال ايا خوانا. مع حتى هنا منقدرش في الموشو تخدمو لا حتى هاد لي طاب هادي نقدرو ندخلو ليها ومتخدمش، يعني كطرا شي ايغاغ ولا شي حاجة معرفتش. كنظن وقيلا غتخدم معلوم، كنا نخدمات هي هادي اللعبة. بالنسبة للألعاب ديال بي اس بي كما كيحتاجو انك دير ليهم الخيط لي ندير الشارج ديال المانيطا ماشي بحال الالعاب ديال بلاي 2 ما تقدر تلعب سون في نفس الطريقة اللي تخرج من شي لعبة ديال بي اس بي، نفس الطريقة بحال الالعاب ديال بي اس 3 و حتى ديال بي اس 2. انا ما كنلعبش في الالعاب ديال بي اس بي على بي اس 3 بزاف. علاش؟ لانني كنعرفش كنرتاح في بي اس بي، بي اس بي نيت الكونسول نلعب فيها، و كنرتاح في نفس الوقت في بي سي حيت في بلاي 3 ماعرفتش حيت ما كنلقاش كاع الالعاب كيخدمو. يعني كنولي ما حيتينا دونك كنختار الالعاب ديال بي اس بي في بي سي ولا بي اس بي. اما بي اس 3 كيما كتشوف عندي غير لعبه وحده خليتها واحد النهار بقات تمايا وصافي. صافي دابا هاد اللعبة ما عقلتش اصلا كريد هي دخلات نجربو حتى هي نشوفو واش فاش عندنا كدوز اللعب الاولين ما عرفتش بالضبط واش فيهم شي مشكل. كيبان لي خدام مزيان،
اصلا كريد ديجا ملعب فيه صراحه لعبه زوينه، وخا بي اس بي مهم يعني كاب لعبه بي اس بي لعبه يعني عندها قيمه كبيره في المجال ديال الالعاب ديال بي اس بي. واخا كاين اصلا كريد في جهات اخرين، ولكن كتبقى هادي من احسن العاب ديال بي اس بي بالنسبه لي خاصة حيت ديجا لعب فيها ووصل بزاف ديال النيفوات فيها. المهم دابا كتبنا راهي خدامة حيت مبغيتش نبقى نطول في الفيديو بزاف، خاصة الفيديو اللي قبل كان فيه 14 دقيقة وخا مونتيتو داكشي من 17 ل 14 دقيقة، يعني خاد وقت بزاف. هاد المرة غنحاول دغيا نزرب كارل اوف ديوتي، هذا فيه مشكل، هذا غنلقاو فيه واحد المشكل. انا ديجا تعرضت للمشكل هذا. وبالنسبه لي زيرور ف كما قلت لكم كاين ايزو سي اس ورا هذيك المفهومه. بالنسبه لي زيرور ديال بي اس بي تو بي اس 3 هما مثلا كتكون شي لعبه ايزو كاع وكتدخلها وكاين كيطلع واحد الميساج ان يو ام دي او ماشي واحد الميساج في شي شكل انك ما يمكنش تدخلها في هذا وفي هذه ديال من بي اس بي تو بي اس 3. بالنسبه لي غير ديال من كلي يو اس بي للبي اس 3 هانتوما غتشوفوها دابا، يا كثر يا من هنا البي كاجي سميتو، يا من هنا يا بحال كامل ديماري اللعبه بحال كارف دوتشي. وبالنسبه ل بعدا بغيت لكم ان زعما نقول لكم باللي ما كرهتش تابوناو في لاشين، دابا تحبسوا الفيديو تابوناو في لاشين وديروا جيم للفيديو. وعلاش نقول الموضوع بارطاجيو هاد الفيديو هذا في الماكسيموم، زعما بارطاجيو مزيان. دابا كيما كتشوفوا كارف دوتشي ما واش غنمش و الإشكالية أن حتى المانيطا صافي مكتقدرش تتحكم فيها، يعني كلشي صافي مكتقدرش تتحكم داكشي. يعني إنك كتر أنك تفل بلاي هاكا وتعاود تشعل، هذا هو الإشكالية كاينة في العالم. ما يعني كاين واحد النسبة ديال الخطا للبي اس 3، ولكن يعني إلا بغيتي تفادى الخطر هذا فغتمشي للويكيبيديا تكتب بي اس بي. المهم شي لعيب بحكم عقلتش كيفاش كيديروا. المهم لعاب لي كومباتيبل بي اس بي كومباتيبل سو بي اس 3 وتشارك هكا يطلع لك واحد لا ليست ديال الالعاب ديال بي اس 3 ديال بي اس بي في ويكيبيديا كي فيها العاب ديال بي اس بي لي كومباتيبل بي اس 3. التالي في هاد اللعبه هادي غنحيدها. كتبان خدامة وكلشي، ولكن في الحقيقة ما خدامش مزيان. دابا غنوريكم واحد المشكل اخر كاين في هاد اللعبة وفي هاد اللعبة. المهم دابا غنستغل الوقت باش نشرح لكم بعدا شنو هي بيكاجي، لان في الفيديو اللي داز هاد بيكاجي هادي باش نشرحها لكم. فبيكاجي هما كاع اي لعبة ديال بي اس بي كتكون على فورم بي كاجي ولا ايزو، يعني كاين واحد الطريقه اخرى ولكن خاص شي لوجيستيك. علاش الطريقه اللي غنوريكم دابا ولكن نوريكم دابا هي اسهل طريقه. وبالنسبه لشنو هي بي كاجي، بي كاجي هي واحد لا فورم بحال ايزو بحال سي اس او بحال ام بي 3 بحال ام بي 4 بحال كاع شي فورم ديال شي فيشي. هاد بي كاجي كتكون عند دي ال سي هما واحد بحال قلتي زادو شي حاجه في شي لعبه كتيرشارجي لي دي ال سي. بحال دابا مثلا اللعبه ديال دراغون بول كزانوفيرس 1 عندها ثلاثة ديال لي دي ال سي كتيرشارجيهم كتدخلهم كيتزادو واحد لي ميسيون كيتزادو واحد لعيبات. وبالنسبه للبي كا جي عاوتاني كيكونوا على فورم ميزاجور، يعني مثلا شي لعبه هي راه في نفس الوقت دي ال سي ميزاجور هي دي ال سي، ولكن المهم كاين واحد الفرق صعيب باش نشرح لكم. المهم هذا هو شنو هي بي كا جي. بالنسبه للبي كا جي يقدروا يكونوا كما قلت لكم العاب ديال بي اس 3 بحال هذه فار كراي 3 هي لعبه ديال بي اس 3 خيط بي كا جي تيليشارجيت بي كا جي كلعبها عادي. ويقدروا يكونوا حتى العاب ديال بي اس 4 واخا باقي ما يعني دخلتش في هذا المجال مزيان، ولكن ممكن تكون شي لعبه ديال بي اس 4 على فورم بي كا جي وفي نفس الوقت تقدر تلعب فيها بي 3. دابا ندوزو لشي لعبه اخرى غنمشيو دابا اللي باتي حتى هذا فيه مشكل. وبالنسبة لدراغون بول تاوان نوريكم نسيت دابا موريشكم شنو هو المشكل اللي فيه. المهم صافي دابا كيما كتشوفو هي اللعبة دازت نمشيو ل نمشيو هاي دراغون بول هاي جي تي دابا نديرو دراغون بول نوريكم الإشكالية اللي كتكون كطرا في دراغون بول ومن بعد الألعاب هاي.
عادي ليغور ولكن كاين شي لعب كثر هاد ليغور صافي وما كيعاودش يخدم بحال دراغون بول ممكن يخدم شنو اللي كان غير بالضبط شنو كيبان دابا انا درت لي كونفيغوراسيون غنوريكم هادي شوية اللي كتر هي الإشكالية البيرسوناج لي بيرسوناج كيكونو هكا أصلا مكيكونوش هكا يعني واخا تقدر تلعب ولكن يعني لاكتيفيتي ديال اللعب لا كيكونو كيكونو بيرسوناج هكا كيكونو مرات ديجا باك كيكونو زوين بحال مثلا باش نعرف هادي اصلا عنده واحد عنده واحد الكاركتر زوين في اللعبة ولكن هنا ملي كتدخل البي 3 هذوك لي بيرسوناج كيولو بحالهم ماشي غير بالنسبة لبودوكا هيدو بالنسبة لكاع لي دراغون بول اللي كاينين في بي اس بي حتى داك طاكتين ماشي عارف شحال يعني لو بغيت تلعب دراغون بول في بي 3 يا غتلعب في على هادي باش نكملو نشاركو الالعاب ولا جي تي اي هذا هو المشكل اللي فيها هذا هو المشكل في الحق طبعا ما كنزيد تهاجم ما كنوصل حاجة كتبقى الحق في المرحلة كتر عاوش يعني تطفيو البلاي كما ديك اللعبة اللي شنو قبيلة تطفيو عاد باش يعاود يشعل دابا شحال بقى لينا كود اوف وور هو فيه ديك الاشكالية بحال اللي دراغون بول تو نوريها لكم دابا دخلنا هادو كاملين بقينا نقول فور واحد المهم راه ندخلهم انا مدخلهم دابا هاديك اللعبة ديال ترانسفورمرز قربت تدخل المهم بالنسبة للفيديو اللي يكون الفيديو دا يكون فيديو لا بي بي اس اس بي بي كاين في بي سي ونشرح لكم كيفاش تلعبوا بمانيتا على البي سي حيت تفرج في هاد الفيديو كيقولوا بلي تقدر تلعب بمانيتا ديال بي اس 3 في بي سي ما جربت عاود داكشي ومخدماتش ولكن تأكدت بأن كاين طريقة ديال المانيتا ديال بي سي اللي كتكون فيها بحال المانيتا ديال بلاي دو كتكون فيها بس من بس اي كروا او زيرو او داكشي يكون معري عندو 3 4 صافي ودابا غنشوفو غنوريكم بعدا كود اوف وار اللي عارفها كيفاش شنو المشكل اللي فيها من بعد ندوزو ترانسفورمرز مع اللي معمر مع انستريجا المهم غنشوفو دابا كيغيدير داكشي كود اوف وار هي هادي تشوفوا الإشكالية اللي فيها ما دابا كيما كتشوفوا ابري دي زاني دو سوفرانس خاتمس كيما خدام الاول مزيان غير اللي بعدا يتروح المشكل avait mis son bras au service des dieux de l'olympe en retour باي ولكن المشكل ديال الجرافيزم قلت لكم ايه انا مخصوص بزاف حتى الصوره كتعاود تجينا من هنايا كيفما هيك تقدر تلعب ولكن الجرافيك ما يكون ناقص حتى لك بيرسوناج احلام كاين واحد لعيبة كحلة يعني اللعبة هنا مثل دابا نوريكم لعبة اخرى للاخرى المهم دابا هادي هي ترانسفورمرز نشوف كيفاش واش خدامة ولا بات لي خدامة نتوما تاكدوا من بعد باش مابغيش نطول في الفيديو نتوما تاكدوا من بعد دابا غنوريكم غير اخر حاجه اللي هي كود اوف وار ديال بي اس بي في بي اس 3 شنو الحل ديالها الا بغيت ندير لكم شي فيديو خاص ليها علاش لا من بعد ندير يا دير شي حاجه كلعبه ديال بي اس 3 في بي اس 3 هاي هاي
وبالنسبه لداكشي اللي قلت لكم ديال دراغون بول داكشي كاين هنا في بي اس 2، هذوما الالعاب اللي تقدروا تلعبوا بهم في بي اس 2 فيما دراغون بول دراغون بول. المهم صافي الدراري، متنساوش تابوناو معنا في لاشين وديروا جيم الفيديو وتبارطاجيو الفيديو في الماكسيموم وتهلاو ليا في مصر.